انا حاط عيني عليه من اليوم. شكرا شكرا سعود، شكرا عايش. عبد الله تفضل. شكرا لك زميلي متعب الشمري. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ثامن اشواط هذا المساء، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، عمر الأربع سنوات فأكثر تتنافس على أطول المسافات في المضمار السعودي. رفعت الراية. إذن اندفاع موفق سيداتي أنساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون ميدان الملك خالد هنا في الطائف في ختام أشواط هذا المساء. جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، عمر الأربع سنوات فأكثر تتنافس على أطول المسافات في المضمار السعودي، مسافة 2400 متر، دورة كاملة حول المضمار، قيمة الجائزة 130,000 ريال. يبدأ بلوبرز كاستل في أول المراتب لتقسيم الخطوة لزملائه في نفس الشعار. أيضا في ثاني المراتب يأتي ترانك فيرو في أول ظهور له في المضمار السعودي، بلسونج ثالثا، ويب ناي ناي في رابع المراتب، وكذلك يظهر هنا بيوجن في المرتبة الخامسة، وأريتن هنالك سابعا، وكذلك أركتك ساوند في سادس المراتب. أولى المنعطفات في هذا الشوط، يبدأ بلو بيردز كاستل مع رائد الفيروز المطاردة من قبل ترانك فيرو بشعار ستابل زينث، وكذلك بلين سونغ يأتي في ثالث المراتب، ويب ناي ناي في المرتبة الرابعة، بيوجن في الخامسة، قافروش يظهر في المرتبة السادسة، أبداد من بينهم في سابع المراتب، وكذلك متزعمة هنا يبدأ في المنعطف الثاني في هذا الشوط، بلو بيردز كاستل أبن وار فرونت مع رائد الفيروز في رابع ظهور لهذا الموسم، المطاردة من قبل ترانك فيرو في ثاني المراتب، هنالك أيضا بلين سونغ في المرتبة الثالثة، وكذلك ويب ناي ناي من المسار الخارجي، محمد إدهام يستحث قافروش، وكذلك سكاي سفن من خلفهم. هنا نظرة إلى الوراء من رائد الفيروز، يبدأ باستحثاث ثوب لبرز كاستل، انقطعت نصف المسافة، بدأت المسافات المهمة، محمد شريمة يبدأ بالتدريج لترانك فيرو صاحب أعلى ريت في هذا الشوط. هنا يبدأ بشعار ستابل زينث، قادم هنا بيوجن مع فهد الفريدي بن داتش آرت في ثالث المراتب، ويب ناي ناي في الخامسة، بلين سونغ في رابع المراتب. هنا بدأ في أولى المراتب ترانك فيرو مع محمد شريمة، بدأ يستحث أكثر فأكثر، بيوجن قادم في الدخول هنا قبيل المنعطف الأخير، الريتن قادم، بدأ مع نواف المضياني، استحث الآن، استلم الصدارة، الوحش من خلفي في ثاني المراتب، الأربعمائة متر الأخيرة، التوفورلينج الفاصلة، جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، عاد الريتن مع نواف المضياني، بدأ يستحث الآن، الوحش قادم، ابن دباوي مع محمد سعيد، الوحش بالانقضاض، ولكن الريتن يحافظ، وسع الفارق، الوحش قادم، بدأ بالطيران، أتاهم الوحش، قادم ابن دباوي، الشعار الأحمر بكل أريحية، ألف مبروك لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، تدريبات علي الشهاب والقيادة لمحمد سعيد، ابن دباوي الوحش. يختف البطاقة الثامنة في هذا المساء وجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، ألف مبروك. إلى الزميل متعب الشمري والأستوديو التحليلي. شكرا صالح، يعطيك العافية. الوحش أيضا يحتفظ بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية بشعار الأحمر الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، نقول له ألف ألف مبروك، جمع كأس جامعة الملك عبد العزيز. الوحش بن دباوي يخلصها في الأمتار الأخيرة لصالح الأحمر مع المدرب علي شهاب والخيال المتمكن محمد سعيد. إذا هذا الوحش، لا غرابة بأن يكسب الوحش، حصان بديجري ممتاز ولالة طيبة، حصان غالي، ابن دباوي يحقق المركز سعيد هدى عليه أول. طبعا حصان الوحش تستغرب إنه ما يجيك، أكيد يعني حصان ممكن كانت عنده مشاكل، يعني أنا سبق وتناقشت مع سعد مشرف، نعم يعني كان عنده مشاكل ولكن يمكن إن شاء الله تخلص منها. اليوم الوحش يقدم سباق جدا جميل يليق أيضا باسمه واسم والدة دباوي الذي يعد من أغلى الفحول في العالم، ومحمد سعيد ابتسامة النصر بالشعار الأحمر المتواجد بقوة في هذه السباقات، وأيضا علي شهاب المدرب المتمكن مع الوحش، وصورة أيضا تذكارية. هذا الوحش ما شاء الله يؤدي سباق جدا جميل، مبروك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز الذي يقدم أسماء لامعة في سباقات الفروسية السعودية. الوحش
الوحش ما شاء الله صادق. الوحش وحش. نعم وحش الله يستر عليه ويبارك فيه. المبروك لصبر الأمير فيصل أبو الخالد بن عبد العزيز الفوز الجميل وجائزة نادي سباقات الخير التقديرية وهالأداء الرائع صراحة وأكثر من رائع للصبر الأحمر في الشوط اللي قبله في الكاس وفي التقديرية كان أداءهم صراحة جدا ممتاز ونحب نشيد صراحة بهالسبق لو تلاحظ الآن الرتل عبد الله بن علي السيف في مقدمة الجياد حاول قدر الإمكان لكن الوحش كان على خياله متميز صراحة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. محمد سعيد ما استعجل على حصانه خلى حصان عبد الله السيف في يمشي على ممشاه حاول قدر الإمكان أنه يقرب من الحصان اللي على مقدمة الجياد ولا خلاه يروح بعيد منه صراحة شعبه صح ممشى صح جاهزية صح ولا يستغرب صراحة واتفقت أنا وأخوي سعود وأول مرة يمكن نتفق أخوي أبو لا واضح الحصان المرشح إيه نعم. نتفق عليه أبو عبيد أن نتفق على نعم. الوحش وعسى الله يبارك فيه والله مبروك والله الصبر الأحمر والله يعطاك كرباجين أعطاك كرباجين الله يستر عليه هذا الثالث الله إيه نعم. رابع إيه نعم. لو تلاحظ الآن بدأ يدفش ما أعطى كرباج تعدى الرتن عبد الله بن علي السيف لو تلاحظ يعني آخر 50 متر الله يستر على الخيال ضمن ورفع يده ما شاء الله علامة النصر كاقتدار واعتزاز بالفوز الله لو تلاحظ الآن محمد سعيد ما شاء الله تبارك الرحمن على أقل من مهل الله يبارك فيه وحي الريتن صراحة قدم مستوى كبير بعد صحيح طب المركز الثاني عبد الله بن علي السيف المدرب عبد الله السيف الخيال نواف مضياني المركز الثالث بريكفيلد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز علي الشهاب المدرب الخيال عبد الله العوف المركز الرابع دراماتيك ديفايس لو الوقت اخوي ابو طلال بعطيك اياه بن شنان عبد العزيز بن خالد المدرب الخيال عبد العزيز موسى المركز الخامس هيبول عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المخضوب المدرب فهد عبد المنعم الخيال عادل الفريدي الوقت دقيقتين 47 و40 جزء من الثاني دقيقتين 17 47 47 2004 ابو فيصل 2040 نعم نعم سعود انت اليوم تعطي ارقام خياليه ما شاء الله قلت لك سعود سرعه ترى لو حصان سعود ما شاء الله ابو رقم فيصل بيضربك على الألف بيجيب 59 رقم قياسي لا يجيب ريكورد يجيب ريكورد أنا صراحة أحيي الإسطبل الأحمر على هالتجهيز على هذه القيادة وهذه الإدارة وهذا التدريب وهذا الحضور الجيد والاختيار الموفق للأشواط وتقسيم خيلهم على المسافات اللي يجيدها كل حصان وشغلهم يعني باحترافية متكاملة معادلات متكاملة من المشرف من الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز والمشرف الإداري سعد بن مشرف والمدربين عبد الله مشرف سعود بن سعد وفهد بن سعد وعلي شهاب جميع المدربين وأيضا الطاقم الإداري والفني صراحة عبد الله مشرف موجود نعم أقول عبد الله مشرف طبعا له لمسات أكيد عبد الله مشرف وعليه يعني لمساته يعني أنا متأكد إنه هو اللي جهز الخيل يعني يحوف الخيل يحوف الخيل أنا متأكد يعني صح إنه في الإسطبل ويحوفه صح وأكيد له مساعدين لكن صراحة يعني تجي خيل عبد الله مشرف بهذه الصورة بريكفيلد الوحش وبنيني الوحش نعم يقول لك المخرج هذا الكرباجية اللي تكلمت عنها وينها يلا لا كرباجين صحتها صح صح يعني صح, 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 صح صراحة واثق من نفسه الحصان محمد سعيد خلاص واضح انه صلح شراكه قويه مع الوحش متطاهل السباق الماضي واليوم اعطوه ركابيه للمره الثانيه على التوالي ابدع صراحه ابداع كامل نعم هنا بدا خلاص بدا يهدي الحصان سيطر على الانتصار بدا يهديه حتى معطي علامه النصر قبل ما تنتهي الفينش يعني صراحه شوف هنا حتى يعني فرحان بالفوز يعني في الأخير يعني العام الماضي أنا الوحش ترى تابعة كثير يعني نعم أذكرك أتابعة جدا نعم. يعني وأنا يعجبني الوحش الله يستر عليه نعم. لكن حصان لأنك يعني تحب الفحل دباوي لا لا حتى حصان الوحش ما شاء حتى أقول أتكلم نعم. مع أخوي سعد المشرف يقول نعم. عنده مشاكل تشبك إن شاء الله تخلص منها يعني ما هي غريبة أنه يكسب لما يجيك حصان بديجري ممتاز اكيد اسطبل كبير وشكل الله يبارك فيه اسطبل كبير زي اسطبل الامير فيصل بن خالد اكيد عنده طاقم طبي على مستوى كبير ما شاء الله تبارك الله يعني لولا هذا العمل الجبار لما وصلوا الى هذه النتائج صراحه طبعا اذا كان عندك مالك يدعم مالك محب عاشق هو الامير فيصل بن خالد اكيد بن عبد العزيز ونمسي على ابو خالد هذا المساء قال يعني اعطيت الخير الشيء الكثير واعطتني الشيء الكثير يقول يستاهل ابو خالد نمسي عليه بالخير يعني
مؤسس أيضا، وكل رجل أمين بما تعنيه الكلمة سعد المشرف صراحة، سعد المشرف، القوي المشرف، الأمين سعود بن سعد، فهد بن سعد، الأخوان اللي هم موجودين في هذا الاسطبل الكبير بنحصل شيء. والله أنا تعجبني صراحة طبعا عبد الله المشرف، يعجبني مدرب صراحة، عبد الله خبير خطير صراحة، عبد الله المشرف خطير جدا صراحة، أجي أسمعك كثير تستفيد منه، أستفيد بشيء شيء كثير صراحة، ويعني يجهز الخيل على أكمل وجه، يشتغل شغل جبار صراحة. سعود بن سعد أيضا، فهد بن سعد في الطريق جاي، ما شاء الله تبارك الله، يعني اسطبل متكامل بما تعنيه الكلمة. الوحش ختام سباقات المرحلة الأولى، وفي هذه اللحظات يتوج سعادة الأستاذ سالم بن محفوظ جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية للمشرف العام على الاسطبل الأحمر سعد بن مشرف، مبروك مبروك الأحمر اليوم، الأحمر كالعادة مبدع، صور تذكارية أيضا مع الخيال محمد سعيد وأيضا فيصل بن سعد المشرف، وهذه الصورة والابتسامة الجميلة، مبروك الاسطبل الأحمر، السباقات جدا مثيرة، سباقات تجمع التنافس الشريف والجميل، وهذه الرياضة العريقة هي رياضة الفروسية التي تأسست ومن على صحواتها أسس المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه هذه البلاد المترامية الأطراف على صهوات الخيل وهذه الرياضة العريقة. إذن المركز الثاني مثل ما ذكرنا لكم وتكلمنا عن الريتن عبد الله بن علي السيف، المدرب عبد الله سيف الخيال نواف مضيا. المركز الثالث بريكفيلد الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، مدرب علي الشاب الخيال عبد الله العوفي. المركز الرابع دراماتيك ديفايس خالد مشرف مطلق بن شنه، المدرب عبد العزيز بن خالد مشرف والخيال عبد العزيز موسى. المركز الخامس هيبو عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز المخضوب، المدرب فهد العبد المنعم الخيال عادل الفريدي، وصوره تذكاريه مع طاقم الاحمر يتقدمهم سعد مشرف مشرف على هذا الاسطبل الكبير، وهذه الصوره التذكاريه مع البطل الوحش اللي انهى المرحله الاولى. طبعا شعار نادي سباقات الخيل يرفرف في ميدان الملك خالد بن عبد العزيز الفروسية، ختام مرحلة أولى جميلة راح نتوقف ثلاثة أسابيع بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والمسرات، ثلاثة أسابيع كافية بأن أيضا يسترد الملاك والمدربين والخيالة أنفاسهم للتجهيز المرحلة الثانية. طبعا المرحلة القادمة راح تكون إن شاء الله في نهاية شهر ذو الحجة، تحديدا يوم الجمعة 27 ذو الحجة الموافق 6 من أغسطس أو شهر 8 2021. ناخذ نفس أكيد، والمدربين يأخذون نفس، والسعود يأخذ نفس. لا لا صراحة يعني أنا مبسوط جدا مستمتع بال. أنت ودك كل يوم سباق؟ لا نعم أنا استمتع بالسباق الجميل طبعاً، وبالخيل الطيبة وبالشغل الجبار الحلو سواء الإداري أو الفني، أصفق لهم وأرفع القبعة لهم. عايش والله، نبارك لمن كسب ونبارك إن شاء الله للجميع من كسب من أول حفلة إلى اليوم، وختامها اليوم مسك الاسطبل الأحمر ما شاء الله ختمها مسك بالكاس والتقديرية، وبإذن الله المرحلة الجاية بإذن الله تكون السباقات أفضل بحول الله. المرحلة الجاية فيها مفاجآت، ما في شيء. وشلون مفاجآت؟ أنت عندك ما في مفاجآت إلا سعود، عندك عندك على جوالك وصلتك رسائل. لا إلا خير، بروح لعبد الله برجال سنتين بروح لعبد الله، عبد الله التويجري، وأيضا لقاء آخر مع سعد المشرف الأحمر متاهب ما شاء الله كالعادة، يعني حقق نتائج جدا جميلة ويرضي أيضا عشاقه في المرحلة الأولى من سباقات الفروسية السعودية. تفضل عبد الله. شكرا الزميل متعب الشمري، سعد مشرف الرئيس التنفيذي لشركة نجد لسباقات الخيل، أجمل ختام كاس وجائزة نادي سباقات الخيل. الحمد لله، هذا فضل من الله، ختامها مسك الحمد لله. التقديرية والكاس الحمد لله رب العالمين. أبو فيصل صوتك واضح، الخيل مرت من قدامنا وأنت تصيح على سلمان الرشيد اللي راكب ويبنيناي، إيش كنت تقول له؟ كنت أبغى يمشي يجر الشوط أسرع. حماسك وفيصل من المنصة وانت تصوت له اقطع صوتي لكن الحمد لله رب العالمين. تبغى يجر الشوط علشان الوحش يجيب راحته، يعني عشان الوحش يعني يجيب راحته مثل ما تفضلت. ما شاء الله راعي خير وتفهم. ابو فيصل تتفق معي، الاحمر بدا قوي، اخذ كاس واختمه بكاس في فتره في دروب بسيط، اذا توافقني. اذا ما توافقني لا معك، اتفق معك، بس هذا تكتيك طويل العمر، احنا بدينا بقوه ولازم رايح يعني هذا الصف الثاني اي يعني اللي هو مرتجع الى اخره، لازم نريحهم ونجيبهم لان الموسم طويل. الا اذا انا بركضهم كل اسبوع مشكله.
الأحمر إذا بغى يركض أربع أسماء كلها قوية في شوط واحد ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. هذا فضل من الله. شكرا. شكرا لك. شكرا. مع السلامة. محمد سعيد اليوم غلبك عبد الله العوفي على بدر مغترة، جيت بقوة بدحيم من الداخل. الحمد لله، أول شيء نبارك له الاسطبل الأحمر إدارته جميع طاقم اللهم لك الحمد خدامها مسك. صحيح غلبني العوفي لكن الحمد لله. الحمد لله. خليني أبارك لك أول شيء بالتقديرية عبر الوحش، بغى الريتن يصل الخط الفينش قبلك. إيه ما شاء الله، والريتن ما شاء الله تبارك الله على مسافة 2004 دائم للحضور. حضوره يقوف دائم، بس الحمد لله أنا كنت قريب منه من 800 شفته تحرك أنا وراه، والحمد لله يعني يلا ضربته على الفينش. بس الحمد لله المدرب عبد الله مشرف ممكن ما يزل عليك يقول لك ليش ضغطت من دحيم او بدر مغترة، يقول عبد الله العوفي قدامكم مرتجح يا ناس، يعني ارفقوا على الخيل قدامنا اشواط قدامنا شيء، انتم ايش رايحين؟ اللي الشعار اهم شيء هو اللي يكسب مو المقصد الاسم، ادري بينكم تنافس نسبه الجوائز التتويج السجل، ولكن هذه خيل تحتكم من تحركها تمشي الخيل، المدرب عفوا ما ممكن يوجهكم بالشيء هذا؟ لا مستحيل مستحيل، يعني لانه انت ما تضمن اخر 100 متر يجيك واحد من برا، فانت بتسوق للفنش. بعدين هذه خيل ما شاء الله تبارك الله محضره لهذا السباق، وباذن الله يعني عند مدرب زي عبد الله المشرف يعني اكيد بعد السباق بيومين باذن الله بينسيها السباق اللي راح من الاجهاد يعني. ايوه بس الحمد لله يعني انا ما لقيت طريق، دائما خيل الدخول الى بخصوص اذا صار الاسترد يعني مليان 18 راس، اي ظرف يصير لك طول السكه يخسرك، وهذا اللي صار مع ابن حيم اليوم. صار له ظرف اول 400 الا تقريبا هو اللي خسرني السباق. يعني انت تقول بنت حيم اقوى من بدر مغترة؟ طبيعي ايه اليوم ايه اقوى اقوى، لكن الحمد لله اخوي اللي كسب، والعوفي ليس بس زميل، عوفي اخوي. شكرا بالتوفيق. الله يجزاك. حديث سعد مشرف وايضا الخيل محمد سعيد الى الزميل متعب الشمري اليك ابو طلال. شكرا عبد الله يعطيك العافيه انت والزملاء جميعا على هذه المجهودات الجميله من خلال المرحله الاولى.